معقول؟ طبعا معقول، هما مش بيقولوا الحارة دي حارتنا؟ يعني طول ما هيفضل عايل منهم فيها هيقولوا كده، يبقى الحل سهل ان الحارة تفضى منهم. ما قلنا كده، نذبحهم حبة حبة ونتفق في الخالة خواجة. لا يا سعدون، فهمني طبعا انت يا سعادة البيت. فاهم يا عوف، فاهم. وطبعا ده كان طول عمره في دماغ سعادتك، ان احنا نفضي ربع ربع، مرة بحجة القصر الجديد ومرة بحجة جناين منتزهات وهلم جرة. وكل ده من غير نبوت ولا دم؟ الدم والنبوت بعدين يا سعبدون، مش من اولها. خلونا في قصر جنار، هنبتدي بانه ربع. معلش ما كنتش موجود. يعني لو كنت موجود كنت عملت ايه؟ اهو جودك زي وجودنا. سامحنا يا سعدون. هو عايز يقول ايه يا عم جاد؟ بيتهيألي عايز يطمن على مرات حسن. تعيش انت يا سعدون، ولا احنا لسه راجعين من الدفنة. الله الله الله، هو في ايه يا جندي؟ ما تقلقش ما تقلقش يا سعدون، ابن حسن هيتربى في بيتي وفي عينيا. وطار ابوه يا عم جاد؟ طار ايه بقى؟ ما عادش فيها رجا بعد ما راح. كل شيء بأوان والكل شيء نهاية. وليه الدالي ما يرجعش يتصدر لهم تاني؟ الدالي بيدافع عن روحه بس، وده ما يخوفهمش. اللي كان مخوفهم لأنه بيدافع عن غيره أو راح. يعني كلنا نطاطي كده؟ ما أقصدش. أمال تقصد إيه يا عم جاد؟ ما هي دي زي دي، ملهاش حل تاني يا شبانة. هو بيصرخ في وشي كده ليه؟ مش عارف بيصرخ في وشك كده ليه يا جندي من اللي أنت قلته؟ هو الراجل ناقص غيظ. شوف يا عثمان، نازلي جات لكم ووفرت عليا كل الكلام. إيه يا ستي مقترحاتك؟ اللي تأمر بيه نظلي هانم يمشي على طول. هيسافروا بالسلامة ويرجعوا على الحلمية إن شاء الله. عثمان بيه قال كده برضو يا نينا، وهيفضلوا فيها بإذن الله. لا لا يا جولنار، باردون يا نينا، أنا مش قصدي إني معيش وياكي. من حقها طبعا يكون لها مكان يخصها يا نظلي. عداك العيب يا شابي. من حقك تعيشي في السرايا اللي تخصك، إحنا اشترينا أرض في الحلمية بس البنى هياخد وقت. وإذا سبقتك يا نظلي هانم وبنيت أسرع. هنا تاني يا عثمان؟ مش كل ده ليهم؟ لجنار والأختي خشيار في اسطنبول والعزيز بيه؟ أولادنا أتراك مقصرين، هيعيشوا وسط دول إزاي؟ ومفيش على لسانهم ليل نهار غير المكان بتاعهم، زي ما يكون الوقف مش بتاعكم. عموما المشكلة دي هتتحل. هتتحل إزاي يا عثمان؟ والناس دول مفيش منهم أي ضرر لأي حد. مجرد وجودهم ضرر. فهمني بقى هتحلها ازاي؟ يمكن عثمان بيه مستني الشوطة تيجي تاخدهم زي اللي خدت الناس زمان في مصر القديمة، حاجة زي كده. خلونا في سفر ولاد اللي حيوحشونا. مش هتروحي معانا اسكندرية يا نظلي هانم؟ دي يمكن تقولك اروح ورا عزيز اوروبا كمان. بتجيب الكلام ده منين يا شاه؟ طيب جاتي؟ انت مسرع كده ليه؟ صباح الفل يا باشا. يا نعم المعلم. ايش معنى؟ بقولك ايه، هنا القهوة الجندي ولا مكتب الوقف؟ في ايه يا لوزة؟ تعال يا اخويا شوف بسلام تراخى. في ايه نون؟ عثمان بعت؟ لا يا معلم، انا بس حبيت اقولك ان الواد خده جاد. واد مين؟ ابن اخونا الله يرحمه، ابن حسن اللي جبته ده ومراته بتاول. جريا لوزة، لما هو بيتكلم بالفوازير فاكرني مختومة على قفايا. لا ما انت حكي لي على كل حاجة ولا نسيت؟ طب روح انت يا نون بقى ونبقى نشوف حكاية الواد دي بعدين. ماشي يا معلم. لا عايز ايه من الواد؟
مش كفايه ابوه راح وامه حصلته؟ عايزين ايه بالعيل لسه بيرضى؟ الله يا معلم، الجميل ماله مالنا؟ ما قلت لك روح انت يا نون جريلوزه. الله انت مزودها قوي يعني. لا ما هي حاجه تعل يا معلم يا سيد المعلمين. الفتوات قال خطاف للعجل تاخد فيه سنه يا حصري، ده انا مكلمك عليه بقالي يومين يا راجل. ما هو اللي حصل لحسن ربط ايدين الكل يا دالي. استنى خد، انا قربت اخلص. الله يرحمه، بس كان غلطان. كان غلطان ليه يا دالي؟ ايوه يا عم جاد، ما هو اصل الحته دي ما تستاهلش حد يدافع عنها، وحسب ما سمعت ما حدش رضي يتحرك عشان يغيطه. قصدك ما حدش راح عشان يحصله؟ كل واحد متعلق من عرقوبه، واللي ما يقدرش يدافع عن نفسه يتركن جنب الحيط. انت بتقول كده عشان بتقدر تدافع عن نفسك، لكن في غيرك ما يقدروش يدافعوا عن نفسهم. خلاص تبقى دي اسمته يا عم جاد، تبقى دي اسمته. هات سلام يا عم جاد. عليكم السلام. صباح الخير يا حصري. صباح الخير يا عم جاد. اهلا يا عوبة فندم. حصري عايزك تبقى توت عليا في الدكان. ليه بقى؟ كفالة الشر. الشر شر يا راجل، ده خير، خير هيعم على الكل. بشرطه وصلت لحسن. حصري ايه يا جماعة؟ ما نتكلم بصراحة احسن، بس الكلام ده بين يعقوب واصحابه بس. سيدنا الكبير سمع باللي حصل، وعبدون ممكن يطير فيها، عشان كده هو عايز يصلح معاكم الحكاية. ازاي؟ لما جيلي في الدكان حابق اقول. وبقى تعالى معايا يا عم جاد لو حبيت. يا ساتر يا رب. شايله يا لوزة واد وانا شايلاه؟ ابن حسن. ابن حسن؟ انت نسيت انك قمت بصينية العشاء كلها لوحدك يا عبدون؟ نام يا اخويا الله يهديك. نون كان عنده حق، لازم نشوف حل في الوقت. طب بس قابل المعلم عدون يا نوني.
هتسمع منه اللي قلناه يا عم جاد. الواد ما يقعدش في بيتك. لكن مفيش لكن. قلنا هتديه للبت زنوبة بتاعت الفجل واديك جيت. يلا بقى ما تقلش مهامك وسط ناسك. الولية قدامك هنا ايه؟ اديها الواد. خد يا زنوبة، خد يا ابن حسن. اخده؟ ايوه يا وليا. ايه انطرشتي؟ مد ايدك خد الواد. حاضر يا سيد معلم، انا اخده. ده حتى يا ام الله يرحمها هتتبسط وهي في تربتها لما تعرف ان انا هاخده ربي وسط ولادي. لا يا ام العيال، مش هتربي اختي اكتر ما ربيتي. طب ما تسيبوه مع زنوبة. ما تتدخلش انت، يلا انت كده عملت اللي عليك، اتطرق. عيب كده ده عيب. خلاص يا عم جاد اتفضل. وانت بقى وليا يا جاموسة، الواد ده تشحتيه لأي حد. هشحته؟ ايوه تشحتيه، بس مش في الحارة دي ولا الحارة اللي جنبنا. بصي انت تشوفي ابعد حدة في مصر وشحتيه. سمعت يا وليا؟ سمعت يا معلم. حاضر حاضر. هاتي الواد وحصليني بيه على فوق بسرعه يا وليه. قبلتي بس اسكتي بسرعه. جيبي حزمتين كرات كده وخدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا كبدي حبيبي يا ضنايا. بسم الله. عايزينك تبيعي زي ما بتبيعي الخضار؟ هتروحوا ايه بس يا استنشراح؟ ده انا عاوز اشوف لحد يربيه. انت كده تبقي بتبيعي امونه. الولية ماتت وهي بتوصيني على ابنها يا وليه. وبعدين بقى ولا قبليه؟ سيب الواد. هسيبه لمين؟ للاستنشراح. إذا كان داد الراجل الكبير القيمة الكبارة ردع في كلامه بعد ما قال إنه هياخده، يعني خاف على روحه. أنا بقى مش خايفة. يوه، ما كلنا سمعنا تقدر بودنانا. قال الواد لازم يطلع من الحتة، وعم جد نفسه ما قدرش ينطق. والقسطة بقى قررت تعمل فيها أبو زيد وتاخده هنا. أيوة قررت يا عواد الغبرة، يكونش عندك مانع؟ لا والله إن شاء الله امتص في نظري، بس هما المرة اللي فاتت كسروا لي العود، انما المره دي بقى فيها تدسير رقبه وعمود فقري وحوض وعفسه ميه كمان. طب واحنا ذنبنا ايه؟ بس يا بنت منك ليها عيب، عيب. الوليه ماتت وهي بتوصيني على ابنها. ايه نسينا؟ طب بقول لك ايه، ما تسيبيني اوديه عند ناس معرفه في السيده عيشه يا ست انشراح، وكده بقى يبقى احنا كفينا شرهم. اذا كان الراجل الكبير اللي اسمه جاد طلع عيشه، يبقى خلاص نسيب الواد وروح السيده عيشه. تمام، وعلى رأي المثل ابعد عن الطر وغنيله. امشي يا وليا انت خلاص. اذا كان كده بقى انا اللي جبتلك العيل ولا شفتيني؟ استنشرح انا عندي عيال عايز اربيهم، فوتكم بعافيه. التانية يا وليا تقيبة انت بكي او راحه فين؟ وتهيبانا المطيبة التهودة دي. خمص اهمل، واذا كان مش عاجبك تغور. بسم الله الرحمن الرحيم. ده انت زي القمر، ده انت زي القمر ما شاء الله، قمر ومنور. ودي حسنة دي يا اسطى؟ ان شاء الله طريقنا معاه هيبقى ضلمه، ودي اخر طقطوها هتغنيها في الدنيا الفانيه. ليه بقى يا وش النحس؟ بت يا نقطه اجري اعملي له حاجه. يوه صحيح، احنا هنرضع الواد ازاي؟ في ميه فول بتمس تفع. مش هتقول الاول يا قبلتها هتسميه ايه؟ اه يا حبه عيني، ده لسه ما تسماش. غلط، تموه على اتمي. طب وانت اسمك ايه؟ حمود ختبه. خشبه ما تشيلك، في اخر طقطوقة للست منيرة. تقول ايه يا بيت؟ بتغني عن القمر. هو انت ناوية تسميه قمر؟ دي حاجة عن الاسمر يا قبلتي. اسمر مالك
روحي. لا أسمر ولا أمر. أنا هسميه سعد. سعد؟ وش معنى يعني سعد؟ سعد اليتيم. مولى أبويا الله يرحمه في المولد. الله يرحمه. بس سعد اليتيم كده هيعرفوه. طيب ما سموه شمس. الواد خبيت بسرعة. مين؟ أنا زنوبة يا استنشراع. يوه دلولي يا زنوبة الله يقطعها. هات يا حبيبي. إيه اللي ده بالولادة التقيبة دي تاني؟ يا زنوبة نسيت معايا ده. حجاب بتاع العين المسكين الغلبان يا ضنايا. إيه ده حجاب أمونة؟ لا ده كان عم جد ناوي يعلقه له في رقبته لولا البعد ما طبوا عليه. يتعلق في رقبته ويحميه. مش عشان يحميه، ده في اسم امه وابوه، عشان لا سمح الله لو اي حاجه حصلت الناس تعرف له اصل من فصل. حد عارف ممكن ايه يحصل له تاني الغلبان ده؟ مفيش حاجه هتحصل له وانا موجوده. بت يا نقطه ابقي فكريني كده نشتري له سلسله فضه معتبره ونعلقها في رقبته. سلسله فضه؟ ده كده ناويه تقطع عيشنا على الاخر. اتكتم يا اختي فوتكم بعافيه. يلا بقى مع نفسكم ربنا يتولاكم. خلي بالك يا اختي وانت نازله من هنا لحد يشوفك. الحكايه مش ناقصه يا اختي. انا كنت جايبه لكم الكرات. اله ربنا يبتليهم بنصيبه على مقاسهم. انت الله لو حد تاف الوليه التقيبه دي وهي نادله هيرتاحها حته علقه تقر علينا وتبقى هنا. وبعدين يا راجل منك لو ما تخلونا في الاسم تاني. سعد هنسميه سعد على اسم سعدون اللي واقف قدامهم كلهم لوحده. ايوه بس قطعوا له لسانه ومحدش عارف هيقطعوا ايه تاني. يمكن رقبتك يا رديب. يا حبيبي يا سعد. يا حبيبي بحبه قوي. من زمان عايز اتكلم مع جولنار في حكايه زياره التكيه دي. التموين اللي بتبعته زي ما يكون إتاوة. الهانم الله يكرمها قلبها طيب ومش عايزين نطعلها عادة وهي مسافرة. وبعدين يا سيدنا الكبير دي وصيتها وانا بودعها في اسكندرية. خلاص خلاص ودي التموين زي ما طلبت وخلاص. بس يا سيدنا الكبير المرة دي هحتاج زيادة شوية. ايه حكايتك؟ احنا الايام دي محتاجين للدراويش يا سيدنا الكبير. دراويش التكية؟ ايوه وكبرهم الشيخ الليسي. هنحتاجهم في ايه دول؟ والراجل ده احتاجه ليه؟ اصلا انا بكرهه. نكرهه زي ما احنا عايزين بس الشيخ الليسي لو وافق على نقل التكية بحجة ان التكية الحالية قديمة وممكن تتهدى على دماغ الناس. الناس كلها هتوافق. هتعرض عليه نقل التكية؟ هحاول يا سيدنا. دي مخاطرة يا عوب. مش بس انه يرفض ده ممكن يهيج اهل الحارة ويفسد لك كل اللي فكرت فيه. ثم انا هبني تكية جديدة للتنابلة دول ليه؟ يا سيدنا التكية مساحتها واسعة انا مستخسرها. دي لعبة مش مضمونة يا يعقوب. طب سيبني حاول بالهداوة. على مسؤوليتك. عيب انا يا يعقوب انا عمري خزلتك قبل كده يا سيدنا. هنشوف هنشوف يا يعقوب. اهلا ببركة المحروسة كلها. صدق الله العظيم. خير يا سيد يعقوب. انا جاي يا سيدنا وجايب تموين كل شهر زي العادة يعني عشان نوصل الود بيننا وبين اهل التكية. بس الحقيقة هي اللي كانت بتيجي بنفسها. سيدنا عارف طبعا ان الهانم اتجوزت ودعت لها. هي سافرت وقبل ما تسافر شددت عليا وقالت لي يا عقوب كل شهر تودي الحاجة. كان بودها تيجي بنفسها وتنول بركة سيدنا الشيخ ترجع بالسلامة. بس مش هو ده بقى الغرض من زيارتك اللي انت جايبه معاك؟ يا سلام على الفراسة وقلبك الشفاف يا سيدنا.
أنا طول عمري بقرا اللي جواك يا سيد يعقوب زي أبوك يوسف. فكرتني بيه، كان نفسه يا سيدنا يندفن جنبك هنا وينول بركتك. زي ما كان بيسمع إن دي أرض جدوده. سيدنا الكبير كان عايز يجي بنفسه عشان ينول البركة. عمره ما عملها ولا عنده سبب يعملها. سيد يعقوب وضح الغرض من زيارتك على طول. الهانم كان مفروض انها بعد ما تتجوز تعيش في سرايا جوزها عزيز بيه في الحلمية، لكن سيدنا الكبير رفض، قال لا يمكن، دي اختي، دي زي بنتي، يعني عايز يبني لها جنبه. وضح اكتر. عايز يبني لها سرايا واسعة، وانا قلت طبعا سيدنا الشيخ يتمنى اللي هي تتمنى. وده على حساب مين؟ على حساب ارض الغلابة؟ لا لا لا، ارض غلابة ايه؟ ده هنا في بيتها وسط حبايبها. يعني سيدك قرر يبني القصر هنا مكان تكية الدرويش؟ لا يا سيدنا، لا 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 لا، مش قبل ما يبني لهم تكية واسعة فيها جنينة كبيرة فيها كل حاجة هم عايزينها في أحسن مكان في المحروسة سيدنا الشيخ يختاره. الله، والتكية دي بقى تتهد. تتهد؟ ما هي قديمة، جدرانها قايلة للسقوط، دي من أيام الجدود يا سيدنا. اسمع يا سيد يعقوب، مجرد انك انت او سيدك تتجرأوا او تفكروا في جريمة زي دي. يا سيدنك، سيدنا مولانا، الهانم بنتك ومن مريدينك المخلصين. يبقى اسمع منها هي، مش منك ولا من سيدك. يعني ساعتها ممكن توافق. ده مش شغلك، وانسى اللي حصل منك يا سيد يعقوب، وبلغ سيدك بكده لحد ما ترجع ستك الست جولونار. أمرك يا مولانا، لحد ما ترجع ستي الست جولنار. بالإذن يا سيدنا. خد اللي جبته معاك يا يعقوب. ليه بس؟ وده دخله إيه باللي إحنا فيه؟ ده رزق، رزق جاي للدرويش، تحرمهم منه ليه؟ الرزاق هو الله يا يعقوب. مع السلامة. ما تنساش تاخد اللي جبته. هم يشوف المقاطيع، جهزوا نفسهم ولا لسه؟ تأخرنا يا حيل. قبل المقاطيع بسلامته بقى ان شاء الله اللي على السرير ده هنعمل فيه ايه؟ ده هيقعد يعيط لغاية ما يفطس واحنا بره. ما انا معايا نقطة. لا، ناخده معانا احسن يا عساكر. ناخده فين يا قسطة؟ ناخده الشغل. ناخده الشغل يا اختي، وناخد عساكر معانا وهي تاخد بالها منه. هتقعد معاه في الفرح واحنا بنغني وبنرقص. لا، انا جبت له سبت. سبت؟ هنحط السبت ورا القعده ورا كرسيه بالظبط، مش كده احسن يا بيت؟ انا هفضل جنب السبت على طول. اخر حلاوه ونهايتها طير ان شاء الله. وبعدها لك يا نقطه. يا قبلتي يا قبلتي، هيقعد يوقف في الفرح ويفضحنا قدام الخلق. نزود في الطبله يا حبيبتي، وهي دوشة وبنعملها والسلام، تكونش فاكرة ان احنا بنغني بصحيح. ولو حد شافه واحنا شايلينه تحت من البعدة. فيهاش حاجة، احنا رايحين فرح فقري واخدين عشانة معاه. هم يا بيت شوف المقاطيع، يلا يلا يا بيت. حسابنا يا سي يعقوب. علم بالتبشيرة وتعالى خد حسابك الصبح. يلا يا دغالي. الحصري وعم جاد مستنيك جوه من بدري. طيب كويس، خليك انت هنا. طيب تحت امرك. اهلا يا عم جاد. اهلا بيك يا حصري. العناب جاي حالا، شحاته بيجيبه. لا لا لا، مفيش داعي. براحتكم. بقول ايه يا حبايبي، سيدنا البيه الكبير الأصيل الله يكرمه حزنان حزن الدنيا كلها على موت حسن.
عمره ما تخيل ابدا ان عبدون ورجالته يعمل اللي عمله ده. تمهم رجاله البيه برضو. ايه اللي بتقوله ده؟ انت لازم مش فاهم حاجه. سيدنا البيه الكبير نفسه يخلص منهم النهارده قبل بكره. ما تبصوش لبعض كده زي ما يكون يعقوب بيقول كلام فارغ. دول رزيه باليه اترمت علينا وانا عندي الدليل عن كلامي. دليل على ايه بالظبط يا يعقوب افندي؟ احنا ما قلناش حاجه من اصله ولا عيبنا في حد. خليك براحتك معايا يا حصري، انا مش عبدون. انا بفكر زي السيد الكبير، بفكر ازاي نصلح اللي حصل. تصلحوا ايه؟ ده جتة حسن محدش عارف رموها فيه. انا بتكلم عنكم كلكم. المهم البي عايز يبعدهم عنكم خالص. معقولة؟ يا ريت. طب ودول هيخلص منهم ازاي؟ من غير ما يجي جنبهم خالص. هيبني لكم بعيد عن هنا. شفتوا بقى؟ يعني ايه بعيد عننا؟ اه بس عمجد اقعد اقعد يا راجل، صدقني صدقني هو ده الحل. طب وهنا؟ هنسيب هنا يعني؟ نسيب هنا ايه المشكلة؟ ويعمل فيها اللي هو عايزه، يبني فيها فابريكا، يبني ورش، يستفيد بالارض بأي طريقة، المهم يبعدكوا عن الناس المقرفة دي. ايه يا عم جاد؟ ده كلام جديد وفي المفيد صدقني. بصراحة بقى انا السبب في الحكاية دي، معلش ما تأخذونيش يا جماعة، انا اصل لما سافرت ايطاليا اجيب جهاز الهانم رجعت من هناك لقينا العفش وكله الازاز اللي فيه اتكسر، فبقول لسيدنا الكبير حقنا يا سيدنا نبني مصنع ازاز، لقيته بيفكر في نفس الفكرة. يعني بعدنا عن هنا خالص. ان احنا نبني لكم مباني جديدة وتبعدوا عن الناس دي خالص. ايه يا عم افندي، يلزم اي خدمة؟ فيه اي لبش؟ لا متشكرين يا نوم، ما نستغناش. بالسلامة انت. او شفته؟ حتى انا ما بسلمش من اذاه. ايوه بس انا برضو مش فاهم لسه، يعني ايه نسيب الحارة دي؟ ازاي بعد العمر ده كله؟ اذا كنا كلمنا الشيخ الليثي بنفسه. كلمته مولانا نفسه؟ كلمته عن ايه؟ انه يسيب التكية؟ وهتتبني له التكية جديدة هو والدراويش، لكن عجب العجاب. ودي طبعا هتكتر مريدينه في الدنيا كلها. ها قلتوا ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه لسه برضه بتقول يا جاد في ايه؟ دي بداية جديدة هايلة تخلصوا فيها من الحال المايل واللي ما يتسموش. حياة جديدة سعيدة لسه، ما انت شايف يا سيجات. ده العصفور وانكش العشو، ده العصفور والنبي
الحقوا رجاله، الوسط خلفت الفرح. ها 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 عقبال ست امك يا حيله. لم الدور يا اسطى، الفرح هيبوظ. ايوه واحنا لسه ما تعتناش خالص. لم انت وهو، يلا يلا يا بيت. حاسب السن. مبروك يا عريس. انا قلت من الاول اني مش مطمن لحكاية الليسي ده. ازاي يعمل كده؟ ازاي يرد اللي انا بعته؟ ما انا مستني الهانم يا سيدنا الكبير، هي لما تيجي هتقدر تفهمه بالراحة. وتدخل جولدار هانم في الحكاية دي ليه اصلا؟ ما هو ده شرطها عشان تيجي تسكن هنا يا سيدنا. لا يا يعقوب، جولدار ما تتدخلش في الموضوع ده ابدا. على اي الحالات هي اكيد هتزوره، يبقى لازم نفهمها. هتقول له ايه؟ سيبنا بالحكاية دي وقول لي على التانيين. بلع الطعم خلاص يا سيدنا الكبير، دول لقم. وفي اللي قلقان منهم، ديتها بس واحد فيهم يلم عزاله ويرحل وحتشوف الحياة. خايف ذكائك يخونك المرة دي يا يعقوب، واضطر اصلح غلطتك بالدم. سيدي بلطات الفتوات مش هنحتاجها، لازم يعرفوا حجمهم وما يتفردوش علينا. هما اللي محتاجين لي عشان يعيشوا على فتات غيري، ولو نجحنا مش هنضطر نرملهم حتى الفتات. هتنجح ازاي بعد ما نبهت الليسي؟ اكيد هيأثر عليهم ويقلبهم عليك. التكية هتفضى من الدراويش زي بقية الاوباش وهتشوف. يكونش همك التكية وبس يا يعقوب. التكية وبس يا سيدنا الكبير. انا مش ناسي تارك وياها. مش هي أرض أجدادك زي ما بتقول؟ مصلحتي هي مصلحة سيدي، وده دليل إخلاصي مش العكس يا سيدنا الكبير. آه يعني لو اتهدت التكية مش هطالب أرضها؟ هطالب بأرض بس اللي فيها رفات أبويا وأجدادي بس. لو نجحت هي ليك، بس أشك. لكن هديك الفرصة. أنا نسيت، أنا في جوابين وصلوا لسعادتك وأنا نسيت أقدمهم. واحد لسعادتك من جنار هانم، وده لشهاب بيه من ابنه عزيز العريس. السكينة نظيفة يا حمار. إن شاء الله يا سيدنا يكونوا راجعين لنا خلاص. قربوا ييجوا خلاص. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حسر؟ الراحة يا جندي. اصل الحسر دي كلامه غريب. اديكوا زعلتوا سعدون من غير لازمة وفهم غلط. ده كلام وقاله يعقوب مش عم جاد. وما ردتش ليه على قوله يا عم جاد؟ طب مش تسيبوا الحسر الاول يكمل كلامه؟ لا احنا عايزين نسمع منك انت الاول، اتقال ايه بالظبط من يعقوب؟ ايوه الحسر يا عمال يلاقي. طيب احكي لهم انت يا عم جاد. الكلام بدا بحكايه اللي حصل للمرحوم حسن. ايه عمل ايه؟ ايه عمل ايه؟ عمل ايه؟ لك انت هيدر عينهم علينا. احنا كنا بنتكلم في ايه غير اللي قاله يعقوب بتاع البيه؟ مش البيه هو اللي بعته؟ اهدى يا سعدون. اهدوا يا جماعة، صلوا مين على النبي ونسمع لكلام عم جاد تاني. بمس على سيدي المعلمين. وقعدوا عند يعقوب قد ايه؟ مش كتير يا معلم، بس دخلته التكية وخرجوا منها بالعربية مليانة خد وقت. والكلام طول مع الشيخ الليسي. وخرج قفايا قمر عيش. يعني لعبة يعقوب هتخيب. لازم تخيب، ويفضل النبوت بس هو اللي يعرفه لغاه، والكل بعد كده ياخد على قفاه. بس ازاي البيه يسمع ليعقوب كده يا معلم؟ شوفوا البيه بيستعجل، عاوز يخلص ويفضل حتة منهم. ويفضل حته مننا احنا كمان؟ لا ده حلم الجعان بسوق العيش.
لو حصل يبقى يقابلني. البي لازم يفهم انه من غيرنا لا يعرف يروح ولا يجي. ده عايز يبني فابريكا. احنا برضو اللي هنبنيها بالنبوت، والهاني مخته عايزه قصر بجنينه برضو بالنبوت. يمشي العاصي انما يفضي الحته منهم ده بعده. بس انا خايف من يعقوب ده برضو داهيه. عشان كده ما نستناش يا معلمين. يعني ايه؟ نتويه ورا اخر زي حسن؟ بطل غباوه. البي لازم يعرف ان يعقوب اللي بيعمله ده خطر عليه. خطر؟ وضعيمة. نعم يا سيد المعلمين. انا عايزك تضرب ولا؟ نعم انا معاش اللي ضربني. غيرك انت طبعا يا سيد المعلمين. معلش يا هيمة، هتضرب المرة دي من غيري. مش فاهم. هتفهم بعدين. حد منكم يروح قهوة الجندي يشوف اخبارهم ايه بعد قعدتهم مع يعقوب. قشطة يا زبادي. استنى يا عم فاروق. زبادي يا قشطة. يا راجل استنى، انت ايه ده؟ هدي زياد زبديها كده بوشي كده يكون حلو. استنى يا زنوبة، تعالي. اصلا انا هصوم بكره يا معلم من الايام اللي عليا، قلت يعني اجيب لي. اخبار العيل ايه؟ العيل؟ ما انا زي ما قلت لك يا سيد الناس. بعتيه ولا شحتيه؟ لا شحته، ده في ناس طيبين خدوه الدنيا حسنه. الناس دول فين؟ فين؟ في السيده زينب يا سيد الناس. شيلها ام هاشم. تعيش عن اذنك يا معلم. استني، احنا لسه ما خلصناش كلامنا. انا عايز اشوف الناس دول. تشوفهم بكره الصبح؟ هاخدك ونروح لهم. يلا عشان تلحقي تسحري وتشيلي من اللي عليكي. ايش يا سيد الناس؟ قشطه يا زنوبه. زبادي يا قشطه. قشطه يا سواد. قشطه يا ولد ايه؟ طبلت على دماغك يا زنوبه، طبلت على دماغك. اكيد مولانا الشيخ اللي رفض. كلام يعقوب ما بيقولش انه رفض. ازاي لما اذا كنت انا بنفسي زي ما روحت بالتموين رجعت بيه تاني المخازن البيه في الحاره؟ يعني الشيخ مرضيش؟ ان كان كده اروح اقابله. تقابله وانا معاك برضه يا عم جاد. تقابله مين يا حبايب؟ يعقوب افندي. يعقوب ماشي. الشيشة جندي. الشيشة جندي. عرفت حاجة من ولاد الحلال؟ رايحين للشيخ الليسي. زي ما خرج يعقوب ايد ورا وايد قدام هيقلبهم عليه برضو. يبقى كده خلصت؟ لا، فاضل حتة صغيرة دي بقى على هيبة. بقولك يا معلم ما تقوليش الضرب. ما انت قبل ما تبقى تحت جناحي كنت بتضرب على قفاك ليل نهار. ايوه بس هو محسوب عليك دلوقتي يا معلم. عشان كده بقى لو حد ضربه هتبقى شغلانة وموال. لا دي بقى انا مش فاهمها. الصبح تروح للدالي. الدالي؟ دالي الجزار؟ ده اسأل واحد في الحتة معلم. تفضل تجر شكله لحد ما يضربك. ايه؟ لا بقى يا معلم. وتخر الدم. يا معلم ما يرضكش، ما يرضكش الاهانة ده معلم. وتجيني جري وانت سايح في دمك. وقف عربيتي الوليه دي هنا. وقف عرباجي. مالك يا قدد عيدر؟ قد ايه ما خدتوش حاجه من نقطه؟ من يوم سيد المعلمين بقال بلاش انصراح، ده بتصرف على عوانم غلابه. حسر على النقطه يا اخويا، كلها افراح في ايري. لا شيخه. ايه ده؟ وانتوا بتغنوا في افراح ولا بتقروا في الدوره؟ مش ده ثبت الهرس بتاع الرحمه؟ دول ابيات عبدون ده من اهل الفلاح، يعني حته تبن حدقه على تويه مت بتودو يحرقوا القلب يعني عتك. هما اللوسته بتاعك بتقول ليه انها افراح في ايري؟ اهي لقمه على قد حالهم بقى يا اخويا، احنا راجعين مهدودين، ما تسيبنا نمشي. اكل العيش مر يا معلم، ربنا يسترها عليك.
عديهم. قول دي يا حمار دي زنوبك كانت عندك بتعمل ايه يا انشراح؟ قال لي جايه بتديني جنيه بعد ما باعت الواد. باعت الواد؟ باعته لمين يا انشراح؟ هو انا شعرفني يا سيد المعلمين؟ باعته وخلاص، انا لا رضيت اسالها ولا اخد الجنيه من اصله. اي عندك اسالها انت بقى. السلام عليكم. حد بقى يبقى عينه على الوليه دي. الوليه دي بتلاوع. قصدك الواد يعني يا معلم؟ ما يغور في ده، هيهمنا في ايه؟ لا يهمنا يا دعيدر. بعد سنين الواد ده هنلاقيه فوق راسنا. ايوه بس ده عيل يا معلم. ساعتها مش هيكون عيل. يا معلم. ايه؟ بالاذن يا اخويا، ورايا مشوار. بتصحيني ليه ما تروح؟ عشان عايز اقفل بالقفل. نعم. روح اجيب نفقتي من طليقي. يا سلام. ليه بقى؟ الله، هو انت ناقصك حاجة؟ اهو عشان يبقى معايا قرش عشان ما تحوكش. وانا موجود؟ حد عارف؟ ما انت بتغدر في اي لحظة وايدك خدت على القتل. ايه؟ الا بالحق، الواد ما جالكش تاني في الحلم. واد مين يا بيت؟ الواد اللي جالك في الحلم وخلاك تتفزع من النوم يا الدلعادي، ابن حسن الله يرحمه. بس بلاش كلام فاضي. طب تصدق بايه؟ ايه بقى؟ اللي يشوفك في الحلم ما يشوفكش في الحقيقه. انت جرى في مخك حاجه؟ ما حاجه عجيبه يا اخواتي، البني ادم ده اصله مسخره. مين ده اللي مسخره بالظبط؟ كل الناس اللي تلاقيه عامل لك جدع وهو كبير وجواه حفار. انت ايه حكايتك يا بنت؟ ما هو بصراحه بقى موت الجدع ده مش طالع من جوايا، ده فعل خسيس مش فعل فتوات. اخرسي عبدون، انت من دلوقتي ما تعتبش بيتي. انت بتقول ايه يا بنت؟ لا انت جوزي ولا لك عندي حاجه. المطرح ده انا اللي جايبه. انا بقى بصراحه كنت ناوي اقعد عند اختي في المغربلين وابقى جنب بنتي، انما وحياد ده ما انا سايبه مطرحي واما اشوفك هتعمل ايه. ونشوف بقى مين فينا الفتاوة. حتى بلاقي الشوق يا العطور، ونخش نوع الشوق يا العطور، والنبي لاقي الشوق يا زنوب. جابك كراب. ايه اللي طلعك يا زنوب؟ المصيبة، المصيبة اللي انا فيها. يا ساتر استر يا رب. عبدون عايز يشوف الناس اللي خدوا الواد، ودلوقتي النهاردة نهاره تحلي. يقصد اسود يا زنوبة. يبقى شاكك وعشان كده بيسأل. ده واضح واكيد يطا. ده عيل، هو عايز منه ايه؟ ياه ده كأنه راجل وعامل حسابه. كده بقى يلزم لها حل. سيبوا الواد انا احميه. في المتنة وماتي. طب لما يكبر توية هتحطيه فين؟ في توال؟ تاخدوا زنوبة وتتصرف. يا سلام، لا طبعا افرض انا خدته من هنا وطب على دماغي، اعمل ايه يا جماعة؟ روحي دلوقتي يا زنوب. اروح دلوقتي؟ ولما يجي يقول لي بنا يا زنوب على السيده زينب اقول له ايه؟ يا دي النيل على الوليه الطيبه دي. روحي واعملي عيانه. والخضار دول قرشين يا عالم بيروحوا وبييجوا. ثمنهم كام الخضار؟ جنيه ونص، بيجيني منهم 10 ساغ. يا خرابي، خدي سكن. جنيه ونص ده دول كل اللي احنا طلعنا بيهم من نقطه امبارح. دول من حسابي يا بيت. خد يا اسطى خد، انا محبش اغرم حد، كتر خيرك. خد الفلوس وروحي يا وليه. السلام عليكم. وعليكم. ايه ده انت هنا يا زنوبة؟ في ايه يا تغيدي؟ عبدون قالب عليك الحتة يا وليه. ايه عملت حاجة؟ هذه المصيبة، شفتي انشراح؟ يا ساتر. ايه العمل؟ ايه العمل؟ قوليلي، ده مصيبة، ده مصيبة. أنا كنت عارف إن هي هتختفي النهاردة. أيوة بس النصبة بتاعتها موجودة يا معلم. هي أول ما لمحتني هربت، أكيد مخبية حاجة.
يا معلم دوليه عفشه هتحطها في دماغك ولا مؤاخذه؟ انا بقول الواد معاها. احنا دخلنا فتشنا قبل ما تيجي انت يا معلم ومفيش. اهي ظهرت الملعونه. انت كنت فين يا وليه انت؟ كنت عندها بجيب الكرات ولما لقيتها بتترعش قلت اخدها عندنا اشوف مالها. شيل البتاعه دي من عليها ومدي قدامي. اصل انا راجعان الحمى يا معلم يكفيك الجر يا غوري. ولو عايز حاجه منها يا معلم انا اقضيها. لا خديها وغوري. ده هي تاخدك انت وهي وتريحنا من خلاقكم. البي عايز يبني لنا بيوت عشان يفضي الحته. ما انا قلت من الاول نتبقى ونمتي قلت لا. نمشي فين يا واد؟ والبي خرج الناس ليه؟ بعدين احسن الحصر تحت مستنيني في الدكان. هو ايه اللي بيحصل يا اخوانا؟ يحصل اللي يحصل بقى. اذا كنت مصممه على الواد المطرح موجود وسبق قلت لك نعذب فيه. فين؟ جنب التراب يا رخالتك. يوه طب هنعمل ايه بس؟ انا عندي فكره. هو مش الحطر الحتات ما نخلفش عيال من انيتا؟ صح؟ يعني ايه؟ نديله الحصري وانسه مراته تتمنى وتدعي له. والواد يطلع حداد ونفسه يتقطع من الكرو دخانه. لا اله الا الله يا قبلتي. وهو يعني الواد كان مولود في حرير؟ سعد ابن اجدع راجل شافته الحته. طبعا وانت اللي معتنا ولا تنعيس. فكري وبس يا قبلتي براحه كده وفكري. لو احنا رتبنا معاهم يبقى كده مفيش خوف على الواد ولا علينا. اتفضلوا. حسن راح فين يا جاد؟ ايه وقفتم تتفرجوا عليه وهم بيقتلوه ولا كلكم اتدريتوا في بيوتكم؟ اصل يا مولانا الشيخ مدام حسن مات جايين هنا تسألوني في ايه؟ فإن الحارة هتتباع؟ أيوة يا مولانا. مادام انتوا بعتوا حسن ولا حد هم نجدته ولا وقف جنبه هتتباع ورا بعض حساب بيتسوى. يا مولانا الليسي أهل الحارة ضعاف غلابة هيعملوا إيه؟ الضعيف ضعيف النفس ضعيف العزم والروح. له حق مولانا؟ أيوة احنا حتى ما حاولناش نعرف رموا جدته فين. بس الحقيقه يا مولانا الناس في الحاره الفقر دق عظمهم والافترا زلهم. من هانت عليه نفسه هان على الناس وده اختيار من البدايه بين الكرامه والهوان يا جاد. طب والحل يا مولانا؟ امر يخصكم. ده كلنا عايشين بحسك. أنا ما قفلت بابي في وش حد ولا حتى في وش يعقوب ابن يوسف. ما هو قال إنه جالك؟ ما لي شأن باللي قاله. دلوقتي بعد موت حسن وخذلانكم ليه ما عاد عندي شيء أقوله في اللي انتوا جايين تسألوا فيه. كده يا مولانا. شرفت يا جاد وبالسلامة يا حصري. جاد أمرك يا مولانا. زي ما رجع الزاد اللي جابه يعقوب ما اقدرش اقبل اللي انتوا جايبينه. يا مولانا ده شيء وده شيء. جد انا افتكرت ان السنين دي كلها ربطك بكفايه وبقيت كبير لهم بحق تصد عنهم الظلم والباطل. يا مولانا انا كبرت وبقيت ضعيف. الفؤاد الحي شباب دائم
قسيت علينا كتير يا مولانا. يمكن خير، حد عارف. هنشيل الشوالين تاني يا عم جاد. ولسه ما حتشيله، وباب الامتحان مفتوح. وكل حماتك تكسب مراتك يا جوطة حمرة جوطة. رحت يا عم جاد للشيخ الليسي؟ نتكلم بعدين يا خلف. يا خلف ماله عم جاد مش رايق النهارده ليه؟ وانت همك في ايه يا عم الدالي؟ اذا كانت راجت ولا مطرت ما تسيبنا في حني. خلاص يا سيدي روحوا خليكم في حالكم بعيد عني. قال الشيخ الليسي قال. الله 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 يا اخي، محل ودكان وصيت وحته اللحمه هي ما بتتغيرش. طب غير، هات لك حته نظيفه بدل الحته العفشه دي. ما اصلها حته عفشه زي خلقتك. طب ايش يا اخويا الدبان من عليها ايش؟ ما انا مش شايف غير دبانه واحده، واذا ما غرتش من قدامي النهارده مش هيحصل لها طيب. مش هيغور، وعايزين نشوف ايه الطيب اللي مش هيحصل. ادالي الله الله يا هيمه، من امتى في حد كان بيغلس عدالي؟ ليه يا اخويا؟ وانت على راسك ريشه ولا ايه؟ الله الله الله، ده انت قصدني بقى يا هيمه. وانت اشتكوني يعني؟ واحد من ضمن المقاطيع دي اللي لو دقت النبوت يقع في الارض يفرفر، ولا على ايه نبوت؟ من غير نبوت يا دالي. طب خد بقى، انت لازم تتقدم، انت لازم تتربى، اللي زيك لازم يتربى. اتاكل بقى على الله. ايه ده؟ دم ده صح؟ اه يا خفيف دم. سلام عليكم. سلام يا حبيبي. تسلم ايدك يا معلم دالي. هو ده شغل الرجاله بقى. بقول لكم ايه، انتوا عايزين جنازه وتشبعوا فيها لطم وخلاص. بس ما انتش خايف من اللي حصل يا دالي؟ انا ما بخافش غير من ربنا، وبعدين انا مش حسن اللي ضحى بروحه عشان شويه رمم. لا، انا بعمل ده لنفسي، واللي يدوس لي على طرف انا ما سيبوش. اتفضلوا بقى، اتفضلوا، كل واحد يروح لدكانه، كل واحد يروح لحاله. كنتوا فين لما حسن الدبح قدامكم ووقفتوا متكتفين؟ اه يا حارة. يلا انت ماما. شايف يا معلم؟ خبطة صغيرة في دماغك يا ايه؟ خبطة صغيرة؟ دم سايح قدامك يا معلم وتقول لي خبطة صغيرة؟ ده ضربني والناس كلها بتهلل حوالين منه. كان نفسي يتكسر فيك حاجة يا معلم. كفاية التهزيق اللي احنا تهزقناه. طب يلا بينا. يلا بينا على فين؟ طب شوية بنك بدون الجرح. لا، أنا عايزك كده بدمك يا معلم. يعني إيه؟ العيال بعتنكم سألين فيا ولا إيه؟ جولدار بعتلك سلامات قد كده. يا سيدي ما تزعلش، أدي جوابك أهو. مش كنت تقول من الأول كده يا عثمان؟ عبدون مستني ساعته. خليه مرزي في الجنينة، أنا جاي. دول قربوا يجوا. إيه ده؟ خلاص يا عثمان بيه، فجروا. في إيه؟ ماله البغل ده؟ جنس نمرود، أول ما عرفوا إن سعادتك محتاج لهم طاحوا في رجالتي. هيما ده كان بينيم حارة من المغرب لوحده. مين اللي عمل فيك كده؟ واحد منهم ما يسواش نكلة. كده من نفسه؟ أبدا يا سعادة البيه، مرة واحدة قال أدبه وراح داخل عليا. أقول له عيب، عيب يا دالي، ده إحنا فتواتكم اللي بنحميكم يزيد فيها. عيب يا دالي، ده إحنا رجالة البيه برضه يزيد فيها. وفي الاخر راح ضربني بظهر السطور. سطور؟ بس اللي انا سمعته غير كده يا هيمة. سمعت ايه يا عوف؟ ايه اللي ورا هيمة ده؟ يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، انا كل اللي قلتهوله واخبارك ايه يا دالي؟ فيها حاجة دي؟ عمر ما حد كان بيجرح عليكوا قبل كده يا عبدون. ايه اللي حصل؟ ما هي دي المصيبة. يعني اللي كان بيجرح عليكوا خلصتوا منه؟
مستحيل يكون في حد غيره ولا ايه؟ لا فيه، من ساعة ما خدتهم المكتب عندك وسقيتهم عناب عشان البي مستعجل ومحتاج لهم. انا مش محتاج لحد، خد ده بشكله المقرف من قدامي. مطلوب نرد يا سعادة البيه، يا اما دايرة في بيتي زي الحريم لحد ما اموت. العنف يضرنا اكتر يا سيدنا الكبير. ويضره اكتر ان هيبة رجالته تتكسر. اتصرف يا عبدون من غير ما تزودها. سيدنا الكبير. خلاص يا يعقوب. سيدنا الكبير. عبدون. هنروح سوا اسكندرية نستقبلهم لما يجوا يا عثمان. وانا حسبقكم على هناك وانا طاير سعاده البيه. ازيك عوب يا دهيه؟ الله يكرمك ويخليك يا سعاده البيه. ايه مالك راجع مقلوب ليه؟ باب الطين عبدون ده مزعج فعلا. اعوذ بالله، انا عارف انت مستعمله ليه. اطمن يا سعاده البيه، هنخلص منه قريب. مش كل كلامه غلط يا يعقوب، اهل الحاره لو حسوا اننا ضعفنا هيتسعر. غلابة ملعوبة وهو قاصد. يا راجل دول غلابة، مش المجرم رد السجون ده. الفتوات في كل حتة خطر علينا، بيتحكموا فينا أكتر ما بيتحكم فيهم. محدش يتحكم فيا، أنا بشغلهم بالجزمة. لكن يا عوب دخلنا في موال أنا مش ضامن نتيجته. يا سيدي البيض أنا لسه في الأول. من أولها رحت الشيخ الليسي وطردك، كلمت الناس شموا نفسهم وسمحوا لعبدون يتلكك. يا سيدنا الكبير، دي لعبة مقصودة ولوي دراع، خايفين ان احنا ننجح ساعتها يبقى هم ملهمش لازمة. علي ده كله مش فاهم انا. ميت مرة قلتلك سيب الحتة دي خالص وتعال اقعد معانا في الحلمية، مستوى تاني، اكابر الناس والحكومة هناك، ولا يجرؤ اي حد من البلطجية دول يقرب ناحيتنا. وشوف بقى ادي عزيز وجنار على وصول، وتعالى بقى نتفق هنعمل لهم ايه. امشي يا عوب وخلي عينك على اللي بيحصل. بالاذن يا سعاده البيه، اشوفك في الملح ان شاء الله يا سعاده البيه. انا يا شاب لو خطيت بره الحاره دي هيبلعوا كل شيء، القصر ده اللي انت شايفه هيرجع زي زمان خرابه. هتشتغل غفير على اخر الزمن. خفير؟ ايوه، ما انت قاعد جنب ارض ما تستاهلش، وابوك خليل بيه الحقيقه سايب لك رزيه مش ارض ملك. والله انت صورت دي مملكتك بصحيح، وانت بقيت فيها ملك، ملك على الجرابيع. الارض دي هتبقى مملكتي فعلا لما هتلاقيها اعظم من الحلميه بتاعتك. اعظم من الحلميه وفيها الناس دول؟ من غيرهم. ايه دي حكاية مش قادر افهمها. خلينا في اللي يخص عزيز وجنار دلوقتي. حبني لهم هنا جنبي. دي مسألة لسه ما حسمناهاش. الموضوع اتحسم. جنار قايلة في جوابها ان عزيز وافق. عزيز وافق يقعد هنا؟ كل الكسر الحرم اللي فيها تتكسر. هيبة خد حقك والكلب التاني. دخل استخبى جوه الجبال. عامل فتاوى دالي تاخد هيمة على اخوانها يا جبال. اخرج له دلوقتي. مش انا اللي اخاف. خد يا جبال. شيلي يا أنيسة، شيلي من إيدي وسمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله زي القمر يا أختي. طالع لأمه والله يرحمها. ألف رحمة ونور عليهم.
منهم لله بقى. هلا قولي لي يا اختي، ده جابوا لك ازاي؟ بصي يا انسه يا اختي، عايزاكي تسالي ولا تدوري ولا كاني جيت لك ولا شفتيني من اصله، فاهمه؟ مش فاهم. انا استخرت ربنا وقلت الولد ده هيكون ابن انيس. ابني انا؟ اه، يبقى عوض ربنا كتبه لك. الهي يا رب ربنا يسعدك ويكبر بخاطرك زي ما فرحتي قلبي. بصي يا انيسه، خليكي على نور، المخفي اللي اسمه عبدون بيدور عليك. يا خرابي. ايه، لو خايفه قولي لي من دلوقتي. هاتي الولد يا انيسه. لا مش خايفه. قولي مش خايفه. بقول لك ايه، انا هقول ان هو ابن اختي اللي بركه السبع. اختك عندها عيال؟ ايه، عندها زربة عيال يا اختي، ده عايزه اللي يشيل عنها. مش احسن برضو؟ احسن. يبقى اختك بعتت ابنها يتربى عندك. عليكي نور، انا هقول كده بالظبط. انيسه، لو لخفنت معاكي تقولي لي بسرعه بسرعه. ماشي. حاضر يا اختي. خلي بالك منه. فعليا. شوية بن بسرعة من قهوة زعزوعة. هوا يا معلم. شوية مية. هات الكوز يا ابني اللي عندك ده. شوية مية. ولاد الابلسة خدوني على اخوانا. محدش فينا لوحده هيقدر يقف قصادهم يا داني. انت لسه مش فاهم. يخرب بيوتهم. خير يا اخوي، ايه اللي رجعك بدري كده؟ مش داريه بالدنيا. خير كف الله الشر. اديني قفلت من خلاقهم. ايه ده؟ ايه ده؟ ده ده العيل اللي على الفرشه ده. ده ابن حنيفه اختي يا اخوي. حنيفه؟ هي فين دي؟ جابته امتى وراحت فين دي؟ جابته يا اخويا ورجعت على بركه السبع على طول. يا سلام، جابته زي المشلتت اللي بتجيبه ولا ايه بالظبط؟ لا يا اخويا، ايه العيال هدوها؟ هاني تاخد عيل منهم اديه لانيسه اختي، اهي تشيل عني شويه. مش يصحي برضو يا حسري. انت بتكدبي يا انيسه، عارفك لما بتكدبي. اخسى عليك يا حسري، انا هكدب برضو. ده مش ابن اختك. مين الواد ده؟ بص عليه كده والنبي يا حسري. بصيت وردي. بقولك ابن مين ده؟ ابن حسن وامونه يا حسن. يا نهارك مش فايت، ده عبدون قلب عليه الدنيا. مين اللي رماه عليكي؟ انا حرفه ما اقولش يا حسن. يا سلام، يعني لما عبدون يسالك هتقول له انا حرفه ما اقولش؟ هو ايه اللي هيجيب عبدون عندنا بس يا اخويا؟ ولو عبدون جه هقول له زي ما قلت لك بالظبط. زي ما قلت لي؟ وانا كان عليا من ده بايه؟ رجعي لي اللي اداهولك. ابوس ايدك، ابوس ايدك يا اخويا، ابوس ايدك، بلاش يروح مني. ادي المصيبه، انت صدقتي انه بتاعك؟ بص عليه والنبي يا حسن، بص عليه. هبوس ايدك يا حسن، انا نفسي مكسوره من قله الخلفه. اكبر بخاطري الي، ربنا يكبر بخاطرك. حول ولا قوه الا بالله. قلت ايه يا اخويا؟ ربنا يستر. هيستر، هيستر يا اخويا ان شاء الله. بص الوش يا حسن، بص الواد زي الملاك ازاي يا حسن. هتقولي عيالة، هتقولي حمى، هتقولي بلا أزرق جنوبة. الواد فين؟ انطقي يا وليا. معرفش معرفش هو فين. حرام عليكم اللي بتعملوا فيا ده، حرام عليكم. ناس خدوه يا معلم، معرفش هما فين ولا أقدر أوصل لهم، صدقني. الواد ما خرجش بره الحتة الرمة دي. يما 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 يما. اهجموا على كل البيوت كلها. أيوه كلها. عايزكم تفتشوا المطارح كلها، اكيد هي مخبيه عند حد منهم، والواد اكيد ما خرجش بره الحته. حاضر يا معلم. وانتي هتفضلي محبوسه هنا لحد ما الاقي الواد ان شاء الله بعد سنه. طيب يا بنتي. هي رجالة عبدون بتدور على الواد في الربع. اجري الأنيسة بسرعة ولا أقول لك؟ لا أنا اللي هروح. يلا بينا يا ابني، بعدين الربع. افتح ضهرك يا دكتور.
تعالي شيل، انا رايح القهوة. ايه الهيصة اللي برا دي؟ تلاقي حد بيتخانق في الربع. مين؟ هات الواد بسرعة وخبيه. ليه؟ في ايه؟ بيدوروا عليه. يا ليلة السودة؟ حصل، هات حاجة تخبي فيها الواد بسرعة. طلع الحريم بره يا حصري. على مهلك يا اختي، على مهلك يا حبيبتي، ده احنا ما صدقنا حبالتي. قلت بره ايه؟ اعمى؟ مش شايف؟ الوليه كانت مسوره لسه مفوقينها. تتحرق وبطلي غلبه وخلينا نعرف ندور. يوعى. انت بتدور على ايه؟ عيل بيرضى عن شراح. عيل وبتدور عليه في الدولاب؟ ما تدور عليه في النملية احسن. طب يا اخويا، بدل ما انت مغلب نفسك كده ما كنت تسالني. اسالك انت؟ ايوه، ما انا لسه شايفه لوزه العيقه خارجه من بيتها بعيل معرفش جابته منين. لوزه العيقه؟ ايوه يا اختي، ولا حد شافها حبلت ولا بطنها عليت. لوزه بتاعت ال ايوه، اسم الله عليك المعلم الكبير. انت بتكدبي يا انشراح. وانا هكدب ليه يا اخويا؟ روح يا واد والحق نفسك، ما تضيعش وقت، روح رجعها من السكه من سكات قبل ما تزعل والفها وتخضه. عاجبكوا كده؟ من بكره هتشوفوا اللي فاتكم واللي جاي كلكم يا حرى الرمة. انا عبدون سيدكو مش عثمان بيه، محدش هيمشيكو غيري، ولا بيه ولا يعقوب ابن الخواجة يوسف. قال ايه؟ بسلامته عايز يمشيهم ويمشينا وراهم وورانا. قلنا ده بعده لعبوا على شونا. ايوه لعبوا على شونا، مش هيمشيها يعقوب على مزاجه من ورانا. لا، واللي هيرفع دماغه هيحصل الخضر يا حسن. بس الوقت فيه، ابنه فين؟ اكيد سعدون عارف مكانه، بس مش هيقدر يقول عشان انتوا قطعتوا لسانه يا رمم. ما انت اللي امرت بكده يا معلم. ايوه صح، انا اللي امرت. انا اللي امرت، بس انا برضه هعرف مكانه، هعرف هو فين. ماشي ماشي يا معلم، من بكره فيه حاجات لازم يعني. انت دلوقتي لازم تنام عشان تستريح يا معلم. لا، انا هروح للوزه عشان هي تعرف. طيب طيب يا حرارم. يا لهوي، انت واخد الواد ورايح على فين يا حسري؟ هرجعه للانشراح. كفايه، كنت هروح في مصيبه الليله بسببه وبسببكم. خلاص يا اخويا، ربنا سترها والست انشراح ساعدتنا. المره الجايه لا هي ولا غيرها هيساعدنا. عبدون راكبوا الجنان لغايه ما يوصل للواد ده، وابعدي عن وش السعاده. خلاص، ابوس ايدك ابوس ايدك يا حصري. طول عمرنا عايشين في حنه، ليه فتحت علينا ابواب جهنم؟ خلاص خلاص يا اخويا، نمشي من هنا. نمشي؟ ايوه، روح لي يعقوب يا اخوي، هو الوحيد اللي هيخلصنا. بس قول له يجيب لك حته دكانه جنب المطرح اللي هنسكن فيه. عشان خاطري يا ابو، عشان خاطري. هاتي يا حسري هاتي.
لما بقفل باب الدكان بالمفتاح والقفل ما بفتحوش لحد حتى ولو سيدنا الكبير. بس انت بقى يا حصر ايه ليك معزة عندي؟ انت راجل امير، لما بطلب منك شغل ما بتاخدش مني فلوس. انت مش قلت يعني ان البيه عثمان هيجيب مطارح للي عايز يعزل من هنا؟ مطارح؟ دي مطارح ولا في الخيال. مش الاوضه اللي في الرابع اللي متر في مترين وعشان توصل للكنيف تمشي لك مشوار؟ دي حاجه من واسعه. اوضتين يعني؟ وصاله قد اوضه الرابع مرتين ونص كمان. كده اهو. عال بس يعني لا مؤاخذه الشغل اللي هنسيبه هنا، الشغل هناك هيبقى على كبير قوي، دي الحاره هنا محذوفه والشغل فيها مخنوق. انت بس تروح الحته اللي انت عايزها وتشوف المطرح اللي انت عايزه سواء في السيده وفي الحسين ولا في اي حته انت عايزها، وتشاور على الدكان تلاقيه عندك على طول. كده اهو. ايوه كده اهو. هو ايه اللي حصل للادي في الحاره؟ ابدا، ده شويه هيجان كده عملهم المعلم عبدون ورجالته. عبدون ليه كفل الشر؟ قال ايه يا سيدي؟ بيدور على ابن حسن. ابن حسن الغلبان اللي اتقتل خسة وغدر. خلينا في موضوعنا. ليك حق، احنا مالنا ومال الهم ده. وبعدين اللي انت عايزه انا تحت امرك، حتى يعني لو عايز سلفة تمشي بيها حالك لحد ما تربي زباين للدكان الجديد انا تحت امرك. يعني ممكن دي كمان؟ ايه اللي ممكن؟ ممكن طبعا، بس المهم ان انت تكون فعلا نويت تعمل كده من بكره لو ممكن. قلت ايه بقى يا عم جد؟ قلت اللي سمعتوه، محدش هيطلع من الحت ده. طلب مولانا الشيخ الليسي يا عم جد. الشيخ الليسي ما طلبش حاجه وما ردش ولا باي جواب. امال رد اللي لميناه علشان الدراويش ليه؟ الشيخ الليسي مش هيقبل مننا حاجه من هنا ورايح لحد ما نكون رجاله. ايه واحنا مش رجاله ولا ايه يا عم جد؟ لا يا بورع. ايوه مش رجاله، لو رجاله بصحيح ما كانش حد يدخل عليكم على حريمكم زي ما حصل دلوقتي. حصل ايه يا خالد؟ حصل ايه؟ بدوروا على ابن حسن جوه البيوت. وعملوا ايه؟ لقيوه؟ لقيوا مين يا عم جاد؟ لما روحهم ومشوا بعد ما بهدر الدنيا. كل ده ومش عايزنا نرحل يا عم جاد؟ دول كل ما ده بيتسعروا اكتر واكتر. ما هو لو شوف لنا حل يا عم جاد لا نسيبها احسن. الحل هيكون في ايدينا احنا، ومحدش هيخرج من الحاره، واللي هيحاول حاف قصاده وامنعه. بس انا ولا مؤاخذه يا عم جاد، خلاص ماشي. بتقول ايه يا حصري؟ ويمكن بكره من المطرح ومن الدكان ومن الحاره كلها.